اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا انقطعت الأسباب وتباعد الأحباب وصفدت الأبواب ولم يبق إلا بابك مفتوحا. اللهم فاقبلنا ولم يبق إلا بابك مفتوحا. اللهم فاقبلنا وتجاوز عنا يا من لا يؤاخذ بالجريرة. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم عاملنا بما أنت أهله فأنت أهل الجود والتقوى والمغفرة.